تحياتي لكم، مرحبا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، إن شاء الله تعودوا بألف خير. تحياتي لكم، مرحبا وسهلا. إذا نحن في بث مشترك بين التيك توك وبين الصفحة الفيسبوكية، حاولنا نطلع مرتين على مستوى الصفحة الفيسبوكية، ولكن كانت هناك مشكلة تقنية. أتمنى إن شاء الله يتم التغلب على هذا الوضع. مرحبا وسهلا جيجي من الجزائر، تحياتي طانولو، شكرا، بونسوار، مرحبا وسهلا يوزر سالك حسن، تحياتي بدر الدين، تحياتي. إذا لا تنسوا مشاركة الروابط، وكذلك الإكثار من التكبيس من فضلكم بالنسبة للناس اللي معنا على مستوى تيك توك. تحياتي، إذا مرحبا وسهلا بكم كاملين. إذا نبدأ على بركة الله باش ما نقبضوا من وقتكم الكثير. من بعد إن شاء الله سنتواصل هذا المساء في لايف آخر عبر تيك توك، اللي من خلاله نفتح مرة أخرى نقاشات مع العياش الوالي. مرحبا وسهلا سالم، سالم سالك العيون، تحياتي سالم، أحمد سالم تحياتي، الموتشو مرحبا وسهلا، أم محمد تحياتي، اوتشي لابي مرحبا وسهلا، باد تحياتي. اذا الجزء الرابع ان شاء الله، والله مع كثره المواد وكثره اللايفات هو اللي مانعنا ان شاء الله نعدل الجزء الرابع، ان شاء الله نحاول نقروه في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. اذا في الحلقه لين ان شاء الله نتكلم مره اخرى عن العياشه ومصيرهم في اوروبا. كما نعلم على أنه ياسر من العياشة على مستوى أوروبا وفي عدد من البلدان الأوروبية يقومون بعمل، بعض المرات هذا العمل لفائدة المخزن، يا إما أنه يكون بتعليمات من المخزن وبتوجيهات من المخزن، والله بعضهم هكذا فاهم الوطنية بالمقلوب، يعني عنده الوطنية بالمقلوب ويتصرف بناء عليها. وهذه الوطنية المقلوبة اللي هي غير مؤسسة على أي شيء تؤدي في النهاية إلى نتائج كارثية. الناس اللي يخدموا مع المخزن طبعا يتوقعوا على أنهم في أي لحظة ممكن أن يكونوا موضوع متابعات، والله تهديدات على مستوى البلدان الأوروبية. ولكن السؤال هو، هل المخزن سيقوم بمساندة هؤلاء العياشة الذين يدافعون عنها على مستوى الأراضي الأوروبية، أم سيتخلون عنه في آخر لحظة وسيجدون أنفسهم أمام مجموعة من التبعات المتعلقة بالتهديد وبالخوف وبالرعب وأحيانا الترحيل، إضافة إلى المتابعات القضائية؟ هذا السؤال أكيد على أنه ما نلقاه له الجواب عند هؤلاء، لأن غالبيتهم أميين، يعني أغلبية هؤلاء الذين يدافعون عن المخزن في أوروبا هم أميون وأميات لا يفقهون شيئا وغير فاهم، ليسوا يعني على درجة من الفهم تؤهلهم لمعرفة أين توجد مصلحتهم الشخصية وأين توجد المصلحة العامة، لأن المصلحة الشخصية اللي يبحثوا عنها هؤلاء هي محدودة بالمصلحة، وتنتهي في النهار اللي يصبح العميل ولا الجاسوس ورقة محروقة. أما إذا كانت المصلحة العامة لفائدة الشعب المغربي عبر هؤلاء، ممكن نقولوا لأنه مقبول عملهم. لكن ما نلاحظه على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، مرحبا وسهلا من جعفر، هو على أنه كثير من هؤلاء يشتغل على محورين أساسيين أو ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول هو تجميل صورة الملكية في المغرب، يعني يحاولون أن يجملوا لنا صورة الملكية في المغرب، يقولون نعلن أن الملك جميل والمغرب جميل كبلد برغم أنه ما يعيش فيه، وعلى الشعب المغربي وعلى الجميع أن يعبد الملك.
إذا كنت في فرنسا عليك أن تعبد محمد السادس، وإذا كنت في إسبانيا عليك أن تعبد محمد السادس، وإذا كنت في الولايات المتحدة الأمريكية عليك أن تعبد محمد السادس. إذن مفروض عليك من منطلق هؤلاء أن تعيش لمحمد السادس وتعيش لأجل محمد السادس وليس لأجل نفسك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو على أنهم يهاجمون القضية الوطنية الصحراوية ويحاولون بشتى الطرق والوسائل أن يشهروا بها وأن ينالوا من شرعيتها، ويشتغلون 24 ساعة على 24 ساعة من أجل نشر المعلومات المغلوطة عن هذه القضية، ويحاولون الرموز الإساءة إلى قادتها وإلى شعبها وإلى ثقافة أهلها وإلى شرعية مطلب الاستقلال بالنسبة للشعب الصحراوي، بالرغم أن هؤلاء جميعهم جاهلين بقضية الصحراء الغربية، لا يعرفون لا تاريخها ولا جغرافيتها ولا مسارها السياسي ولا تحدياتها ولا المواقع اللي هي موجودة فيها. بالتالي فهم أشخاص ما عندهم يعني غير مسلحين بالمعلومات. مرحبا سالة علي حمد هندو دورية يحيى شيكو لكم تحياتي لكم كاملين. الأمر الثالث هو مهاجمة الجزائر. الأمر الثالث اللي خدامين على هؤلاء هو مهاجمة الجزائر، مهاجمة الشعب الصحراوي ومهاجمة الجزائر والتطبيل للنظام الملكي. هؤلاء كيف قلت لكم محكومهم تحكمهم الأمية، يعني تحركهم الأمية ويشتغلون وفق طرق بائدة وبئيسة، في النهاية تكون النتائج غير محمودة بالنسبة لهم، لأنه اللي يعرف القانون يعرف كيف يتعامل ويعرف كيف يتحدث. طبعا هما إذا لاحظتوا أنهم على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي يشتغلون ويقارنون أنفسهم بالإعلاميين وبالصحفيين، يعني يحولون أنفسهم إلى صحفيين بالرغم أنه مستواهم ليس مستوى صحفي، بل حتى ليس مستوى مواطن بسيط جدا. الآن هناك قضية رائجة جدا جدا، وهي قضية أحد هؤلاء العياش المتواجد بفرنسا. هذا العياش المتواجد بفرنسا دخل رأسه مشكلة أكبر منه، يتواجد على الحدود الفرنسية الألمانية، وخصص في كثير من الحلقات بل يمكن كل حلقاته لمهاجمة القضية الصحراوية والجزائر، ومؤخرا زاد من منسوب هجماته على الجزائر بشكل كبير جدا، لدرجة أنه يسب الشهداء في الجزائر ويهدد الجزائريين، بل رفع حتى الدعاء لأن يصيب الجزائر مكروه، يعني يطلب الله سبحانه وتعالى أن يحل بالجزائر الأبية بالجزائر الشامخة الخراب، ويدعي يعني يدعي دعوات سلبية جدا تجاه الجزائر. وهنا يعني أنا محل التصرف لما انحل الخطاب أجده جاهلا جدا، جاهل جدا إلى درجة أنه دخل رأسه مشكلة كبيرة جدا، لأنه ممكن أن يكون له رأي في الجزائر مثلا، ممكن أن تكون له آراء في بعض القضايا المتعلقة بالجزائر، ولكن أن يرفع يعني كفه لله سبحانه وتعالى طالبا الخراب للجزائر، وبالتالي فإن الخراب سيعم طبعا بالشعب الجزائري، بالتالي فإنه يستهدف الشعب الجزائري ولا يستهدف الجزائر كبلد. إذن هذا الشخص دخل رأسه مشكلة كبيرة، أطلقت عليه الآن حملة، وهو الآن يعيش حالة رعب شديدة جدا، والعياش الآن يقيمون عددا من اللايفات تضامنا معه ومساندة له، ولكن فقط في المواقع، لن يتجاوز تضامنهم ومساندتهم المواقع، لأن الواقع هؤلاء لا يستوعبه، الواقع أكبر منهم. هؤلاء ليسوا الخارجية المغربية ولا
المخابرات المغربية اللي مهمتها أن تدافع عن مصالح المغرب. فما دخل شخص يعيش في فرنسا جاي حارق من الزريبة، حرق الفيزا هنا في فرنسا، لقى أجنبية تعدل له الأوراق، عدلت له الأوراق، عاد يعيش تحت سقف بيت أجنبية في فرنسا، بدل أن يهتم بنفسه ويهتم بمستقبله ويشتغل على مستقبله ويجمع شوي من الدراهم ويرسلهم لأهله الذين تركهم بالجوع في المغرب، ينشغل بمهاجمة الجزائر من الأراضي الفرنسية، ويظن على أنه سيكون في منأى وفي أمان شديد. بينما هو العكس، فإنه مرحبا وسهلا الأخ القادر، إنما هو يدخل نفسه نفقا ليس من حجمه. وقال لك رحم الله من عرف قدره وجلس دونه. هؤلاء لا يعرفون أبدا قدرهم لأن لا قدر لهم، وبالتالي فإنهم يضعون أنفسهم في مواقف ما يندموا عليها إلا من بعد. وإحنا عندنا نماذج كثيرة جدا على مستوى التراب الفرنسي، وكلهم موضوع عليهم شكايات، ولابد في يوم من الأيام أن يطلبوا للقضاء الفرنسي بسبب خرقهم للقانون، بسبب حملات التشهير اللي قوموا بها ضدنا. ونحن الذين جئنا لفرنسا، احنا ما جئنا جابنا الخبز والله جابنا الأكل ولا الشرب والله جابنا المال، لا، احنا جئنا لفرنسا لاجئين من نظام سياسي يسخرهم، أو على الأقل يشتغلون لفائدته، أو على الأقل أنهم يطبلون له. إذن وضعنا مختلف تماما. نحن عندنا قضية عادلة ندافع عنها من أجل شعب موجود في اللجوء، وقضية الصحراء الغربية موجودة عند الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار، وما حطها فلان والله حطها فلان، وإنما هي قضية شعب كامل، وتعقد بشأنها المفاوضات والاجتماعات والمنظمات الدولية على علم بها، والأمم المتحدة على علم بها، والأمم المتحدة مخصص لها بعثة خاصة بموظفين، بهياكل، بسيارات، بموظفين، بنسق تاريخي جدا. يأتي هذا العياش ليختصر قصة الصحراء الغربية في فلان أو فلان، ويعتقد على أنه من خلال مهاجمة فلان أو النيل من فلان أنه قد نال من قضية الصحراء الغربية، وأنه إذا استطاع أن يهزم فلان أو يمنع فلان من الكلام على الأراضي الفرنسية فقد فاز بقضية الصحراء الغربية. وهذه درجة كبيرة جدا من الجهل. هذا أبسط جاهل لا يمكن أن يفكر على هذا المستوى. اليوم التقيت مع بعض المغاربة في مكان معين، وبمجرد طبعا شافوني الصحراء مغربية، واستغربت حقيقة من غبائهم، استغربت من غباء إنسان عايش في أرض الغربة، عايش في دولة أخرى هي اللي أعطاته الكرامة، هي اللي أعطاته الشغل، هي اللي أعطاته القيمة، ورغم ذلك يتبع كذبة إن قالها مغربية الصحراء، وهو لن يستفيد منها سواء كانت لا مغربية أو غربية وهو موجود في الخارج. ولكن كيف قلت، الجاهل عدو نفسه طبعا، لأن العقلاء هم اللي في الراحة دائما، العقلاء في الراحة، العقلاء دائما يضعون أنفسهم في المواقف في المراتب التي يستحقونها، بدل أن يضعوا أنفسهم في متاعب أخرى. لأنه لو كان هذو المغاربة اليوم بغيت نمشي معهم أبعد من ذلك، أكفي على أنني نصادع معهم وأطلب الشرطة وتأتي الشرطة، وبالتأكيد على أن الشرطة ستكون مع لاجئ لأنه عطيت فرنسا الحماية الدولية، وهم سيجدون أنفسهم في ردهات المحاكم، وسيجدون أنفسهم في متاعب كثيرة جدا. ولكن متى يستفيد المواطن الغبي من غبائه المستمر وهو يدافع عن أمر لا علاقة له به ولا مصلحة له فيه، ولا يمكن أبدا أن يحوله، لن يحول مثلا المغاربة كاملين لو كانوا مثلا 7 ملايين مغربي في فرنسا وكاملين قالوا الصحراء مغربية مثلا، هل ستتحول قضية الصحراء الغربية إلى مغربية؟ مثلا لو اجتمع هؤلاء كاملين، هؤلاء الملايين اجتمعوا في فرنسا ونظموا مؤتمرا كاملين، وجابوا شرويطة اليوطي، وجابوا صور الهالك، وجابوا ولبسوا لباس
لباس ما نعرف أي لباس، وناتوا بأن الصحراء مغربية، هل ستتغير قضية الصحراء الغربية إلى مغربية؟ أبدا أبدا. رأيكم لا يعتد به، نظامكم يمنعكم حتى من الإفتاء في موضوع الصحراء الغربية. هل سبق أن النظام السياسي استشاركم؟ هل سبق أن هذا النظام السياسي في المغرب طلبكم وقالكم تعالوا نتحاور معاكم، أنا عندي فكرة في كذا في الموضوع الفلاني، أنا عندي اقتراح في قضية الصحراء الغربية هذه يسموها أنتم المغربية، وأنا أريد أن أستشيركم في هذا الموضوع وأريد أن أسمع رأيكم فيه؟ أبدا أبدا. إذن لماذا لا تنشغل بنفسك وتنشغل بقضيتك الأساسية وتبحث لك عن قيمة في وطنك، وأن تدافع عن حقوقك في مغربك، وأن تكون لك قيمة بعدما لم تكن لأجيالك ولا للأجيال الذين سبقوك، لأن قضيتكم اليوم مستمرة، قضية يعني قضية تجهيلكم وتمييتكم وتسطيح فكركم مستمرة، وإذا لم تقطعوا معها ستستمرون دائما في نفس المسار، هو الانشغال بقضية لا علاقة لكم بها أبدا. انت رشيد الحداد، يعني واحد منهم راعي رشيد الحداد، يكتب في خارج السياق، نحن نشرح له كيف أن قضية الصحراء الغربية لا تعنيه، وهو يتحدث في الشرق، تتحدث له عن الغرب ويتحدث لك عن الشرق، تشرح له بالخشيبات ولكنه يمحي لك شيء اللي شرحت له باش يكرر لك ما كان في أذهانه، وهذا هذه مشكلة الفويس دين عندنا في الحسانية، عندنا كلمة مناسبة جدا تنقال هو الفويس دين. ما معنى الفويس دين؟ ناقص العقل، اللي ناقص العقل ما يمكن لك تركبه العقل ولا يمكن لك على أنك تعطيه عقل، لأن العقول ما تنشر، العقول يعطيها الله سبحانه وتعالى ويمنعها الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء. إذن هذا العياش وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه، وهو اليوم يعيش رعبا متواصلا والعياش يتناهقون معه، وأنا بغيتكم طبعا تضحكوا معايا لأنهم لا يصلحون سوى للضحك فقط، لا يصلحون سوى للضحك فقط، لأن الجاهل يصبر عليه العالم، ولكن الجاهل ما يقد يصبر على العالم، العالم هو اللي يصبر على الجاهل لأنه يعتبره جاهلا، يراه جاهلا، أما الجاهل فلا يرى أنه جاهلا وينظر إلى العلماء على أنهم جهلا، وبالتالي فإن لا قيمة لرأيه ولا قيمة لكلامه ولا قيمة ولا تأثير لكلماته. إذا نسمعوا هذو الآن وهم ينجزون مباشر بهذا الخصوص، تضامني مضحك حقيقة. المغربية ولو ما السفير ما كاينش، السفارة المغربية تعمل واحد صندوق خاص، وحنا مستعدين ندعموا هذا الصندوق بحال الإخوة رضوان، بحال الأخت سميرة، بحال الأخت اللي وقعت لهم شي حاجة، وحنا غندعموا الصندوق وهم يوقفوا، وفي الما قدموا شي ورقة هما يعملوا المحامي يعملوا كل شيء. هذه النقطة اللي بغيت ندير، احنا مستعدين فين السلطات المغربية ما تخليناش. أستاذ المغرب كبير، أستاذ هون يتكلموا قال لك على انهم خاصهم يعدلوا صندوق. بغاو يعدلوا صندوق مالي طبعا باش يتموا يوفروا أتعاب المحامين للعياشة في أوروبا. إوا أنتم هذو اللي مسخرينكم مثلا، هذو اللي مخدمينكم عليه في هذا الموضوع، ما هم موفر لكم المحامي؟ شداك أنت قاعد تلحق المحامي وتلحق المحاكم وتلحق سمو، ليه ما تديها في راسك وتعد اللايف وتضحك وتلعب وسمو وتديها في راسك وتبعد من هاي الأمور اللي هي ما عندك بها علاقة؟ شو لا يتكيط انت من الجزائر مثلا، شو لا يتحقق من الجزائر، والله شو لا يتعدل للجزائر، الجزائر لا يتهزمها انت بلايف في التيك توك، انت لا يتهزم الجزائر في التيك توك، انتم لا يتهزموا القضية الصحراوية في التيك توك. ها تعدل لايف في التيك توك وتهزم الجزائر، وعدل لايف في التيك توك وحرر به الصحراء الشرقية اللي قلته،
عادروا عادروا لايف ثاني وحروا به سبتهم ليليا في التيك توك. لا في التيك توك بارك عليكم. أي جهل هذا؟ أي جهل؟ يعني أنت في التيك توك لا تهزم أنت الجزائر كاملة، بلد لمليون شهيد، لمليون ونصف شهيد، اللي ناس دم دم دمها سال في في البراري وفي الجبال تهزمها أنت اللي ما عندك ذرة من الشجاعة. بلادك كاملة ما فيها ولا شهيد واحد. بلادك هذيك اللي تدافع عنها ما عندك فيها حتى نص شهيد، حتى نص شهيد، ولو على الكومير، ولو على الخبز، ولو أنه مات على الخبز. تسمع المغرب الكبير احترامتي هذا تدخل خصو يتدخل في الكونسيول، الكونسيول ديال المملكة المغربية هو اللي عنده الحق يدير هذا الشيء هذا، لان غيمشي الاستاذ رضوان عنده اقول له فوالا شنو كاين من بعد الاجراءات ديالو الفرنسيه، غيمشي يدير الاجراءات لانه هو تيتوازف التراب الفرنسي من بعد التراب الفرنسي تيدير رساله تظلم داخل واحد الفتره فين تظلم فيها الاستاذ رضوان وتيمشي تكتبها باللغه العربيه وتدفع الاستاذ الكونسيل، الكونسيل تيسني فيها وتيصيفطها لا ديجيتال اداره العامه. بس تعرفوا الجهالة قال لك خاصة يعدل رسالة هنا في فرنسا يعدلها بديها للقنصل، والقنصل يبعثها للدي جي سي ان. شنو هي الدي جي سي ان؟ هي مديرية الحموشي في الرباط. ويجيك الحموشي والله يرسل لك زعيطر، بارك عليك، يرسل لك زعيطر واحد وزعيطر اثنين يعدل لك الحماية على التراب الفرنسي. يلسخ بهم محمد السادس، يلسخ بهم محمد السادس، يعطوهم لكم بعد على الأقل يحموكم على التراب الفرنسي. من محال يسخلكم بهم محمد السادس. كيف أنتم؟ واش جهلاء؟ واش سمعوا كم نسمع نكملوا معها؟ الوطن. أنا مواطني تصفت الوكيل المالي. وكيل المالي تهدر. وكيل المالي. فين يكون وكيل جلالة الملك على 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 المغربي حسين. كان النيابة العامة ديال الجالية المغربية، كان مجلس الجالية اللي تنقصها له المغربية، هو عبد الله بوصوف. عبد الله بوصوف غادي يعطي كلمة ديالو للأخ السفير، عطي الكلمة السفير وغادي يديروا الإجراءات ديالو، لأن السفير خاصو ينوض. دابا خاصو ينوض، خاصو ينوض. وشداكم شلاحكم في هذا الشيء؟ علامة تدوها في روسكم. اللي عندها أولادها تمشي تربيهم، اللي عندها البغري تمشي طيبه، اللي عندها المسمن تمشي تعدل المسمن، اللي عندها اسمها هي يعني عارف البيصارة والله اسمها تعدل البيصارة ولا خير فيها. شمال داها لشي سياسة والجزائر والجزائر راه نهاية هذا، نهاية المهاجمة الجزائر والقضية الصحراوية هي هذه. راه ما فيكم واحد لا ينتهي بخير، راه والله ما يعرفكم لا قنصل ولا الوكيل العام ولا الوكيل الملك ولا حد. راكم ليت تدخلوا رؤسكم فقط مشاكل اكبر منكم. ديالنا كون احنا تندافعوا على الوطنيه ديالنا وعلى مالينا، وطن ضروري خصنا شمن وطن تدافعوا عنه؟ انت مش من وطن عند خسر الكلام ولا شيء. شمن وطن هذا الوطن اللي عندكم؟ واش عندكم انتم شي وطن؟ انتم لو كان عندكم الوطن يسكنوا فيه. أنا ماني عارف أنتم ساكنين في الخارج وعندكم الوطن. أنا اللي نعرف اللي عنده الوطن يمشي يسكن فيه. هالشي اللي نعرف، اللي عنده وطن يمشي يسكن فيه. شو من وطن عندكم؟ شو هذا الوطن هذا اللي تتكلمون عنه؟ ندافع عن الوطن، ودافع عن وطنك، رجع للمغرب ودافع عن المغرب، دافع عن وطنك المغرب، فهم؟ منافع عنه وموت عليه، موت على سبتة مثلا، موت على مليليا مثلا، موت عليها وطنك هذيك. لكن تجي أنت تجي لأوروبا حارق والله شاري الفيزا والله ما كذا، وتجي لأوروبا وتعود الحمد لله كيفك كيف الناس، وتنسى هذاك الواقع اللي جاي وراء اللي خليته وراك، وتجي وانت بقى تعطي دروس في الناس الوطنية. نعم أنا أدافع عن وطني، أنا عندي وطني. إيش من وطن عندك أنت؟ وطنك مسروق، انت براسك مسروق، انت فكرك مسروق، فكرك
ما عندك إلا الجسد تتحرك به فقط، أما فكرك مسروق وأنت مسروق وعائلتك مسروقة وثرواتكم مسروقة وبلادكم كاملة مسروقة، واللي سارقها هو هذا اللي أنتم بغيتهم يستمروا في الحكم، هذوك اللي باعوكم وباعوا وطنكم وباعوا ترابكم وباعوا أراضيكم وباعوا ثرواتكم وباعوا خيراتكم، هما نفسهم أنتم اللي تبغيتوا يستمروا في الحكم. أنا والله أستغرب من عدم فهمكم لهذا الموضوع، لأن هذا بسيط جدا بسيط. سأل راسك أنت ماذا تفعل في فرنسا؟ شكون اللي جابك لفرنسا؟ هل جابتك الشبع؟ لا، جابك الجوع. من مسؤول عن الجوع عنك في المغرب؟ محمد السادس. شكون اللي مسؤول على جوعك؟ محمد السادس. قل لي الحكومة اللي يقول لي الوزراء وقل لي المؤسسات وقل لي كذا، اللي مسؤول عن جوعك هو هو هو, هو المغرب، هو وطنك هذا الذي تدعي. إذا سمعت كملوا. السفير اللي كان تسمع خصونه. آه سفير. خصونه فعلا خصونه. خصونه هو خصو يتحرك، لأن هذا راه مواطن مغربي من عندنا. اليوم القليل هو هذا غدا يقال واحد آخر واحد آخر واحد آخر واحد آخر. إن هذا الشعب إنه شعب 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 ذو أخلاق. إخوان ما عندوش ثقافة ما عندوش حاجة. لا يعقل ولا يعقل ولا يعقل بأن ابن مغربي يجي يتكرفس عليه كراغيلة. ما سمعت. سمعت. مناظر في ناظر على البلاد ديالو. مناظر مناظر في التيك توك. مناظر مناظر ما شاء الله مناظر. من مناظر ولا تبع مناظر. واش انتم ما عارفينش شنو النضال ولا. شنو واش النضال هذا؟ مناظر هما اللي يحموه مسكين وفي التالي يخلوه وحده. يتموا عليه انت مناضل انت مناضل، ويطلع في اللايفات ويتم يسب الجزائر ويسب الشهداء ويتطاول على 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 هذا البلد الطيب الين يحل. يقول له لا اله الا الله سنعدلوا لك. شوف مع السفير وعلى الوطنيه وعلى مالكو وعلى مالكو، انا الناس جميع مسؤولين وراه كاين مسؤولين دابا تيتصنتوا الناس في أي وقت. إخوان الله يجازيكم بخير. شوف أنا غادي نمشي غير فيت في واحد 10 دقائق ونرجع. الله يجازيكم بخير. ها هو اللايف عندكم والأخ واشنطن ولا مرحبا سلام أنا ولا أي واحد. مرحبا أخو مرحبا كمان مرحبا أستاذ المغرب كبير. لا لا العميق العميق عميق عميق. انا خارج العمل دابا ان شاء الله باقي لي واحد انا المغرب كبير غادي يتكلف المغرب. انتم ساكن كاملين كيف نقول لكم كيف الجهال كانك في زريبه من الاغنام فقط. ما حتى كلامهم سبحان الله ما واضح، خطابهم ما واضح، معذرين فم بهرجه شي يتكلم هون في يتكلم له حتى باش تخرج منهم معاهم بكلمه والله بشي افاده لا تجد ولا عباره مفيده. الصحراوي اللي دافع عن قضيته عاد سفيه في نظر هؤلاء. الجزائري الذي يدافع عن وطنه عاد سفيه عند هؤلاء. من هو السفيه؟ طبعا السفيه هو الذي يدخل نفسه في موضوع ما عنده به علاقة. شوفوا اللايف الثاني غادي نتضامنوا معاه واخا يكون واقع لي معاه مستكين، واخا شت هذيك ناجت اللي جيت عندها انا وكان ضرب فيها وكان قول لها اختي اسمحي لي من هذا المنبر، راه اللي عطى الله عطاه صافي. تناقشنا واحد المده صافي دابا الله يسامح. احسن حاجه درت يا خويا احسن حاجه. فوالا حنا العدو ديالنا ماشي انا وياك، ماشي انا وياك ضرب لا ما تفهمناش افكار وكل شيء صافي. نحيدوا هذا الشيء جانبا ونشوفوا العدو الحقيقي ديالنا اللي كيهددنا انا وياك. شكون هو؟ وهذا الكرغولي هذا اللي هنا اللي كيجي كيحرض عليك عباد الله بالقتل. اجي ونتضامنوا انا وياك ونشدوا هاد ولاد الحرام ندخلوا يماهم الحبس، نسقطوا يماهم فين يترباو باش بالقانون قانونيا يجي يتعدى عليك شي واحد
في لي ريزو سوسيو وواضح الصوت والصوره اجيو نتضامنوا معاك اختي نجمعوا الفلوس مساكين والله والله يوضحوك حقيقه نديروا اي حاجه احنا مغاربه مثلا الا كان 500 مغربي في هذا اللايف نديروا 10 اورو نجمعوا ونتعاونوا مع بعضياتنا داكو احنا مغاربه معروفين بالتضامن وبالاخوه وبالتلاحم ديالنا الله الله ما يوقع لك مشكل ما عرفت راسك ما متحزب احنا معروفين بالتضامن الله ما يوقع لك مشكل ما عرفت راسك اش تسوى معاهم قال لك التضامن دونك اي واحد اي الجزائريين ميناس ماروكا ميناس فرنسا نعطيولو العصا لا جوستيس لا لوا ما تجيوش ميناسيو كوم سا ميناس نقولو له وازي اعطينا لادريس ديالك نو اون ترافاي با كوم سا ترافاي افيك لا لوا افيك لا جوستيس افيك سي زامبيسيل باسكو سي دي زينيورون جهلاء سيدي جهلاء ما كيعرفوا لا قانون ولا حتى شي حاجه جايين واحد الزريبه هذا جاي من الزريبه والله ما جاي من الزريبه الا ما عاد انتم شكون اللي معروفه عنها الزريبه لا زريبتكم بالحجه والدليل ومال شفتوا لكن اهم شيء على انهم مقتنعين بان عباره الزريبه في محلها لان عباره الزريبه تدل على وطنهم لان الزريبه تنتج مثل هذه الاشكال اللي جايه الى بلد الديمقراطيه وقاعده في التيك توك هون تسب الجزائر وتسب الشهداء وتطلب الله يا ربي صلت على البلد الفلاني ما نعرفهاش الكوارث وما نعرفهاش امشي ادعي لراسك وادعي للزريبه اللي جاي منها وادعي لشعبك باش يخرج من الوضع اللي موجود فيه. قلوا هنا يا أوروبا تخلعوا باقيين فرنسا 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 حيت هما المواقع كناقشوا سياسيا اجتماعيا أنا كنسبوزي بلانت كونتر هاد لا بيرسون ونحمي راسي قانونيا وديك سعيد براسو اللي جا هو يتحمل المسؤوليه ديالو لانه هو اللي حرم فهمت اي واحد يجي هو يتحمل المسؤوليه ديالو هو وهذاك اللي في ايطاليا يتحمل المسؤوليه ديالهم جوج بين او نتقاس انا حتى المره غادي تقاس وعلى بالي راه سمع اش يقول شي حاجه وسيري ديبوزي بلان تاعك شوفوا دريك باش تعرفوا هادو اغبياء حتى ما يتوقع لهم المشكلة ما يعالجوها لا يخلقوا مشكلة ثانية يولدوا لها مشكلة أخرى يحاولوا يولدوا مشكلة ثانية يضيفوها للمشكلة اللي عندهم جايين إلى اللايف يتكلم عن المشكلة اللي وقعت له ويقول لك لا إن شاء الله سأمر زوجتي لأن يمكن زوجته يمكن فرنسية سأمر زوجتي باش يعني تؤذي نفسها وتكذب على العدالة ويقولها في اللايف يقول لك يعني هي ليت تؤذي نفسها وتمشي ونبلغ عنها على أساس أنها راهي أصيبت وكذا ويثبت على نفسه جرما مش تعرفوا الجهلاء واقبضوا حيواناتكم في الزريبة اقبضوا حيواناتكم والمخابرات المغربية واقبضوا حيواناتكم اقبضوهم اربطوا حيواناتكم على لهم سكورش والله شيك على الاقل سكورش لهم وفاهمهم على الاقل باش ما يخلقوا لكم مشاكل راه مخلقين لكم مشاكل والله بدلوا الفرقه والله جيبوا شي فرقه ثانيه جيبوا واحدين في المستوى جيبوا شي فرقه ثانيه في المستوى ما شراب ضعيف مستوى ضعيف جدا هذ الحيوانات اللي عندكم اربطوهم والله شي راه مخلقين لكم مشاكل ها عندكم جواسيس في المانيا ما حاكموا هذو راه فرنسا راهي واحد في يوم من الايام لا تنطر الشبكه كامل الجواسيس اللي كاينين في التراب الفرنسي راه لي يجي سجلوا هذا الكلام
راه الخبرات الفرنسية في يوم الأيام لا يتنطر لكم هذا الشيء كامل، هذو الشبكات الجواسيس اللي كانوا هم في فرنسا. نكمل معه. يلا ايوا نوض هذا بغيت تبي تقول كنت معاه يتخبش شراسه علاش علاش عمر نقول لهم والله يا رضوان انا خصك تحاورني قلبوا عليك والله تيقلبوا عليهم او لا تيجبدوهم واحد واحد والله لي زاجيني تيجبدوهم واحد واحد او قسم لك بالله لا تخسر لهم بلادهم وزيد فرنسا راه كارها هاد اللي كيضلوا عاطينها غير الشوماج ما خدامين ما والله تجي تيجبدوهم واحد واحد اجل اجل سلام يحرضوا على الارهاب هنايا والله تندير له قلب قوه حياك بالله الا ما صرتوش فيني ترب الله ينعم يجي شي واحد يقرب والله كنصيفطها نقول لها ديري شي حاجه نصيفطها سيري للسبيطار والله انا نقول لك حاجه اسمع لي حاجه اخر والله 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 كنغرق لا معليش معليش هذا امور شخصيه تاع البراد احمي روحك انا واحد من الناس نحمي نفسي ولكن الانسان يبعد الامور اللي تدي له حتى نهضر في السياسه ما كاينش اللي يفرق تهضر في السياسه ولكن نهضر في السياسه اللي تخصك وما تمشيش ما تاذيش الناس وما تخليش واحد يوصلك اما هالشيء كامل يحدث محمد السادس راه مع زعيطر محمد السادس هذا اللي هما يطبلوا له الصبح مساء راه بخير وعلى خير راه الان في المضيق والله في والله في البحر بحر فوق اليخت شبعان شبعان مال شبعان وهذا الفار فار الدقيق هذا فار الدقيق هذا اللي عايش مخزون واللي فرنسا اعطته القيمه ها هو طالع في المواقع ويسب ويهاجم دخل راسه مشاكل كبيره مناضل قال لك مناضل هو رحمه الله على النضال نضال ديك الساعة كانوا في المغرب مناضلين يدخلوا الأحباس ودرب ملاهم على الشريف والتعذيب والقرعة وكذا اليوم عاد المناضل هو العياش اللي يقول لك الملك زوين هذا هو المناضل مش تعرفوا المفاهيم اللي قلت لكم مفاهيم مقلوبة في الزريب إلا قالوا لك خاين رانك وطني ولا قالوا لك وطني رانك خاين دائما كل شيء بالمعكوس محمد سادس الشبعان افتاح وفار دقيق معدل القيامة في فرنسا وفي التيك توك ومعاه العياشة حتى هما اللي يحفروا له أمور تاعي هدك ممكن حتى بنادم يهدك كاين قانون في الأرض وكاين قانون في السماء الإنسان ما يتعداش على حقوق الناس باش ما يكونش يدو تاعي توجور خلي لا ديستونس دروك حنا أنا ما نسبش خوتي المغاربة وما يسبونيش علاش أنا دائما نقول لهم كي تحاور إنسان حاوره كأنما راه قدامك خاطر فرق بين نور الشاشة وقدامك أنا قادر نسبكم كاع كيما راكم نسبكم كنقولوا كاع قدامي ما كنتش نسبتهم باسكو راكم بزاف علاش ما نهضرش معاك كيما تكون فلسفه معايا علاش ما نهضروش كيما واحد المسكين الفير راه هو انت كتجي هنايا كتهضر معانا واخا انت يا ضد الافكار ديالي شكرا وحده التراب الوطني وكتقول بان ما الصحراء غربيه والا كانت صحراء علاش كيعترفوا لكم انا ما عنديش مشكل تناقش معايا هذا الموضوع ما عنديش مشكل ما عندي حتى شي حقد ولا شي ضعف من هذه النقطة هذه فهمت؟ كان خليك تعبر على الرأي ديالك ولكن أنا بعدين نسمعوا مولاة الطويقية أنت كتبقي ماشي أنا كان قلت هي مغربية فهمت؟ وعمرني تنيت لك عمرني سبيتك عمرني نقصت بالاحترام ديالك دائما كيجيو هنا الإخوان شحال مرة واحد النهار واحد بغى يقترب لك وبغى يسبك وأنا نهبطو وراك عاقل وقول لي الله ينعي عليك على بالي كتحتارم انا اي جزائري يجي هنايا محترم كنديرو فوق راسي ما كنسبوش كنقول لهم هادشي بالله العظيم يا رضوان شوف كاع كيما رانا هو واحد يسب الجزائر كبلد يسب الجزائر كبلد يسب الجزائر يطلب الله يقول يا ربي دمر الجزائر ويا فعل في الجزائر ويا اترك في الجزائر شبيه بينك انت مع الجزائر شعلقتك انت بالجزائر شدات لك الجزائر الجزائر هي اللي لاحتك في فرنسا الجزائر هي اللي دفعتك باش تحرق الجزائر هي اللي جوعتك الجزائر هي اللي جوعت شعبك الجزائر هي اللي فقرت هذاك الشباب كاملين اللي يركبوا في البحر الجزائر هي المسؤولة عليك انت شعلقتك انت بالجزائر شدخلك انت في الجزائر علاه ما تديها في زريبتك تعدى اللايف على زريبتك
تم دفع على زريبتك وعلى المواطنين الموجودين في هيك الزريبة اللي جاي منها. شدك انت للجزائر والشهداء في الجزائر وتاريخ الجزائر وتراث الجزائر، شو بغيتو؟ شو بينك معاه؟ واش انت ببغى تعرف انت الجزائر؟ مشيت الجزائر، سكنت في الجزائر، تعرف ماذا يجري في الجزائر؟ شدك انت للجزائر؟ علامة تديها في راسك وتديها في مستقبلك؟ واش انت جاي من المغرب جاي باش تهاجم الجزائر من فرنسا؟ واش انت حرقت من المغرب باش تهاجم الجزائر من فرنسا؟ واش باش تظل نهار كامل في التيك توك تهاجم الجزائر وتسب الجزائر؟ لا انت ولا الطويقية، مولات الطويقية، ولا ذاك العصابة كاملة اللي معاكم. شنتاكم انتم الجزائر؟ انت اش بغيتوا الجزائر؟ هاي نشوف لكم هذيك مولات الطويقية. المغاربة اللي عندنا في البرلمان موظفين غادي نناقشوا الموضوع ديالك وغادي ترفع للسي بوريطة. حنا كنتصلوا مباشرة مع السي بوريطة وزير الخارجية، غادي نتصلوا معاه غدا ان شاء الله وعادي يكون في خبره. ماشي نواسي، كان نواسي غدا غدا ان شاء الله غدا له هي في التليفون نتصلوا بالبرويطة، برويطة المخزن. غدا ان شاء الله. اليوم قالك الحد ما يمكن يزعجوا برويطة المخزن لانه مشهور. مرحبا وسهلا يعقوب. ولكن غدا ان شاء الله غدا سيتصلون، يحملوا التليفون ويتصلوا بالبرويطة المخزن يبلغوه يقولوا راه فار دقيق هون في فرنسا، واحد فار دقيق كان يهاجم الجزائر، وراها كان واحد المناضل، واحد المناضل، مناضل كبير، ورا هذاك المناضل محتاجكم انتما. وان شاء الله برويطة له يهاتف كذلك الحموشي يقول له واحد المناضل في فرنسا، انه واحد فار دقيق مناضل في فرنسا خاصه الحمايه. صاير حموشي لا يرسل له واحد كتيبه تم ترافقه من الدار للسوبر مارشي، من السوبر مارشي للتران، ومن التران للبيس، ومن كذا، سيكون في حفظ الله ورعايته تحت حمايه نظام صاحب الدجاج. شداكم لهذا الشيء؟ واش لا برويطة المخزن، برويطة البرويطة مقابلكم اللي انتم؟ بالفعل راك اخي هذا راه في بروكسل مغربي روح بروح، ولكن الى نواسيك عادي نواسيك بواحد العقلانيه وواحد الدفاع عنك حتى النحاف خويا رضوان، وراك واحد من الصنف ديالنا في بلجيكا والجاليه البلجيكا كتسلم عليك مقبله في المسافه في لاكار سونترال، درنا تجمعات وهضرنا في تجمع ان شاء الله البرلمان الاوروبي، حتى البرلمان الاوروبي لا يعلم فرط، والسي العوج ان شاء الله المغرب العوج حتى هو في البرلمان، والسي فؤاد غادي يهضروا عليك ان شاء الله، تما يتكلموا عن هذا يوم الاثنين او يوم الثلاثاء ان شاء الله في البرلمان البلجي ان شاء الله. ان شاء الله هذا هو مال المغاربة ولا بلاش ولا ما يعيش. تحيات لدي رضوان. المهم صدى وصل للا سميرة في خبرها وسيبوريتا عاد يكون في خبره إن شاء الله غدا يوم الأحد، ما نبغوش ندروا لالتهم. سميرة طبعا هي مولات الطويقية مع برويطة، هي طبعا مع تابعة البرويطة، هي الكاتبة الخاصة لبرويطة، لا ليست الكاتبة الخاصة، لا كاتبة الدولة لدى البرويطة، كاتبة الدولة في الخارجية لدى البرويطة. حاش تعرفوش هذا هذا المستوى منحط تافي، واحد المستوى شي نقولكم لا يعني يشبهون نظامهم كيف كيف تماما، نفس الطريقة اللي يشتغل بها نظامهم في الزريبة نفس الطريقة يشتغلوا بها هو. قال لك البرويطة سوى خبير لا مسلمة ما سلوى والله سلمة والله سمعك سميرة والله ما عرفت. اما غدا تليفون خاص للسي بوريطة غيكون في خبره الخارجيه، هو اللي عادي شويه يبوزي على السفير ديال السفير او الامباساد فرنسا باش يخدم شغله. وكاين عندنا كاين عندنا ما يدافع في فرنسا ما تخافوا، حتى رئيس فرنسا حتى فرنسا ماشي حتى رئيس فرنسا حتى ماكرون يا سلام قولوا له فرد دقيقه يا سلام يا سلام الحمد لله يا يا سلام يا سلام حتى ماكرون لا يعلم فرد دقيقه الذي سب الجزائر الذي سب الشهداء في الجزائر وسب الجزائر ويريد الخراب للجزائر سيخبر به ماكرون لأنه مسكين لأن يتعرض للتهديدات. وش داك وش لاحك في هذا الشيء؟
شلاحك في هذا الشيء؟ دوزان حتى رئيس فرنسا ماكرو يكون في خبره بأن واحد المغربي ولد بلادي مهدد بالموت. هذا ما يمشي معقول في حقوق الإنسان؟ وأنا بغي نوريك شهادة، إلا بغي تعطيني الكام نعطيك شهادة وصلت بها هذا الأسبوع. أعطيني الكام ديالك ولا المهم خلي الكام ديالي باش الناس يعرفوا الحياة تستمر شكون هو باش يعرف شكون الحياة تستمر. نعم تفضل خويا. أولا نعطيك الاسم ديالي، أفضل شخصية لدعم حقوق الإنسان في أوروبا. افتح الكاميرا سي الحياة المستمر. أوكي قال لكم على أنه هو أفضل، هذا الذي يبلغ ماكرون هو أفضل شخصية تدافع عن حقوق الإنسان في أوروبا. إيه في أوروبا كاملة. حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة. أجمعوه ببالكم، جمعوه ببالكم، جمعوه، أجمعوه، أجمعوه، افتحوا لهم بويا عمر، دخلهم بويا عمر، خير فيكم، ادوهم بويا عمر. ما عندكم قفلتوا بويا عمر، فتحوا بويا عمر ثاني، راه بالحمد لله موجودين الضحايا. شمعوهم من فرنسا ومن سودو، ندخلوهم بويا عمر جديد وتهناو، على الاقل يرتاح تيك توك وترتاح فرنسا ويرتاح ماكرون ويرتاح الجميع. افضل، قال افضل، افضل من يدافع عن حقوق الانسان في اوروبا، في اوروبا. منين جالس في التيك توك يتكلم في التيك توك مع فردقي؟ احاول انا الاسم ديالي. ها نعم يعني توصلت من لغينيو. لغينيو كان برشيد. اوكي او الجامعه العربيه، الجامعه العربيه ولغينيو الامم المتحده يا افضل من جامعه ديال فرانكوفون ديال الاخر امريكا. الاخر امريكا انا ندعمك، ندعمك تو ما شاء الله. شتو الاخر امريكا؟ الاخر امريكا هناك شيء ما يمكنش، ما هذاش ما يمخطرش. حقوق الانسان، مناضلين، مناضلين، هذو هذو المناضلين، مناضلين محمد السادس، هذو هما المناضلين. خويا رضوان ندعمك اخي وندعمك بدمي، ندعمك بدمي، ندعمك بدمي. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا يدع، لا يدعمه بدمه. الله اكبر، الله اكبر، قولوا انتم الله اكبر، حتى انتم قولوا الله اكبر، قولوا. شفت الحمد لله، شفتوا هاي الدرجه من الايمان؟ نعم شفتوا هاي الدرجه ما شاء الله من الايمان. ناس مؤمنين، مؤمنين. شكرا. ان شاء الله هاد الناس اللي كيهدوا المغاربه في المهجر وكيبغيو انهم يسدوا لهم الافواه ديالهم باش ما يدافعوش على البلد ديالهم. شفت فاحنا مغارب، شفتوا، شفتوا كيف يصور، كيف يمارسون البكاء. هالشي قال لك فقط لأنهم يدافعون عن وطنهم. شنو هو وطنهم؟ هو مهاجمة الجزائر والقضية الصحراوية. هذه هي، هذه هذا هو الوطن، يعني هذا هو الوطن. الوطن هو تدافع، تهاجم أنت القضية الصحراوية اللي ماتوا عليها الشهداء واللي شعبها مشتت بين اللجوء وبين المناطق المحتلة وبين الجاليات، واللي عايش يشوف ذيك هي أرض محتلة وثرواته مسروقة، وانت ما مستفد منها ولا مستفد من هذا الإنسان الصحراوي، وجيت تقول له لا عيش معنا، تعال عيش معنا الذل. والله الجزائر كبير عليك، اللي رفد لك على الأقل مليون مغربي عايشين فيها. من هو اللي يصدق بأنك انت تدافع على الوطن؟ شكون انت باش تدافع على الوطن؟ من هو انت؟ من هو، من هو؟ ما قيمتك تدافع على الوطن؟ انت الخارجية؟ شكون انت؟ القصر؟ انت الملك؟ انت اخو الملك؟ عمة الملك؟ جدة الملك؟ خالة الملك؟ كلب الملك؟ مش الملك؟ شكون انت؟ من انت؟ انت فارد دقيق عايش في فرنسا، لو ما هي فرنسا تموت من الجوع في المغرب. لو ما هي فرنسا اللي جات جيتها، لا 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 عشت في الزريبة تحت شي حيط فم مليوح تكمي الجوانات ولا شوفش تعدل. كنقول لكم كمغاربة، كنتكلم باسم المغاربة، كنقول لكم أن هنا في المهجر كلم باسم المغاربة
الأستاذ والقاضي والمحامي محامي. والبرلماني برلمان. والطبيب والمعلم وكل شيء موجود هنا. وش يعدل لك هذا كامل؟ وش لا يعدل لك القاضي؟ وش لا يعدل لك المحامي؟ وش لا يعدل لك مثلا فرضا ما شنو تلعت مخالف القانون؟ وش لا يعدل لك؟ هذه رأي ماهيش زريبة، هذا رأي عكس الزريبة، هذه رأي بلاد القانون، هذه قابلة ما تعود معك لا قاضي ولا محامي ولا شيء، بمجرد تخلص المحامي ويعود القانون في صفك تقبل حقك بلا ما تحتاج حد يجي معك لا مولات الطويقية ولا غير الطويقية ولا هذا اللي قال عنه هو أفضل واحد شخصية تدعم حقوق الإنسان وناشر. هذه بلاد القانون، ولكن تمنك محتار القانون، أنت غالط، أنت غالط وشك عنك بالحمية ليت تحمي نفسك، العكس تحمي راسك إلا مشيت في القانون. وخلي عليك القضية الصحراوية، شو بغيتها؟ شو بينك معها؟ شو بغيتها؟ أنت شكون أنت باش تشهر بالقضية الصحراوية وتمس من شرعيتها؟ شكون أنت؟ وش بغيت الجزائر يا أخي؟ شدخلك أنت في الجزائر؟ اديها في راسك، اديها في جوعك، اديها في فقرك، اديها في الزريبة اللي جاي منها. شو بغيت الجزائر؟ وجمعيات ومؤسسات وغير ذلك. فلهذا ديروا اتونسيون للمغاربه، ديروا اتونسيون باش غادي نوريكم هاد العنطريه ديالكم وهاد التهديدات ديالكم للمغاربه اللي كيدافعوا على بلادهم، باقي تسكتوهم من طرف المخابرات ديالكم. اول ولله الحمد يوم حمزة يوم شكرا. وساعه بعد ساعه كيجيونا ناس يعني عندهم مناصب. بعدني انت علاش جاي عندي يا الزبل؟ بعدنا صاحبي، بعدنا. واش انا كنطلع جزائريين؟ انا راني مع المغاربه صاحبي. واش انتم مراض ولا حمى؟ كل عندكم شي عقل ولا واش غادي ندير بكم جزائريين؟ عطينا مولات الطويقيات سيروا عند المختار اللي جابها فراسو. واش داير لي دوموند؟ انا ما غاديش نطلع غير كنا انا مريض لا حول ولا قوه الا بالله. واخا هذاك ما تبقاش تقول لي المختار، قول لي المختار. المختار ومازال غنطيروا لديرو سلمى. مرحبا سلمى. نعم. ماشي مشكل اخويا، المداخله ديالي عطيها لخالتي سميره. المداخله تعطيها لخالتي سميره. خالتي سميره سينا. خالتي سميره ندخلها راسها وسط الرجال. خالتي سميره منين هو بعلوكي؟ اين هو بعلوكي؟ هزري مرحبا وسهلا. اين بعلوكي؟ اين ذهب بعلوكي؟ عندك شي بعل؟ والله ما عندك شي بعل. اذا ما عندك شي بعل نرسل لك شي بعل. والله شي بغل. اين بعلوكي؟ اين بعلوكي؟ مخليك مع الرجاله وسط الرجاله مدخل راسك ها؟ نرسل لك بغلوكي والله. باسكو يمكن عندك بغلوكي، الناس عندهم بعلوكي ولكن انت عندك بغلوكي. منين هو؟ منين هو بعلوكي؟ منين يكبس؟ خالتي سميرة. اسمعوا خالتي سميرة. تفضل اختي سميرة، تفضلي. مرحبا. السلام عليكم وشكرا لكم. نشكر الجميع، حيا الله الجميع. وكنشكر سي الخمار العباسي وتخير الناس. اليوم غادي هذا الحدث نشوفه في الشق الايجابي. اليوم راه عندنا عيد كبير وطني اللي هو ثوره ملك وشعب. اليوم يعني احنا مجموعين كمغاربه مع خونا رضوان اللي كيتبت باننا احنا غادي في الشق الصحيح. احنا ناس صح ناس طيبين، ناس طيبين خير، باغي نتحدوا شيء جميل. فاليوم الاخوان هذا التهديد اللي كيتعرض له. شكرا. عطينا الزبده، عطينا ولدنا رضوان. فماشي رضوان شخصه، لان رضوان لو كان داره كاين اكثر، يا راكم كتشوفوا يعني كان دائما
سامحتك وسط منه. كان بزاف ديال الامور اخواني نقدروا غادي يكون دعم صاحب معاهم يعني شحال من منافق دايره ومهني راسه ولا ما كيدويش ولا كيقول خاوه خاوه ولا هذا. فهذا الولد اللي ضرباته وزاته الغيره على المراه المغربيه على كل موضوع. كل واحد فينا بعد احيان الظروف بعد التيك توك كيضرب الغيره الغيره قالك الغيره على المراه المغربيه المراه المغربيه. ش دخلوا هو في المرقة المغربية؟ هو مسؤول على المرقة المغربية. المرقة المغربية خاص يسأل عنها أبوها أخوها عمها جدها محمد السادس. ش دخلوا هو ش دخلوا في المرقة المغربية؟ تمشي المرقة المغربية تمشي للخليج والله تجي من الخليج ش دخلوا هو فيها؟ الحساب هذا حنا كنشوفوا فيه واحد الايجابيه ديما فاتح ديما كيتكلم ديما واحد الطاقه ايجابيه اللي ما تقدروش تصوروها. انا هنا ماشي غادي نتكلم عليه كان من الناس في الثانيين او كيضرب في الشهاده او شي حاجه اللي باغي غير كيدير فما غاديش نكون انا اصلا شخصيا هنا كاينه مع ودي رساله للجزائريين راه كيسمعوا كيديروا. هنا المخابرات بغات تلعب واحد اللعبه اللي قذره بغات تجيش المغاربه كيف كيدير النظام ديالهم كيبغي دائما يدير شي قصه باش يدير هذا. فاليوم بغاو ياخذوا رضوان بانه تعالوا نتحدوا كلهم كيديروا فيديوهات باش يهدوا بالقتل وحطوا حياته في خطر حقا كينسب الشهاده. اذا هنا هذه النقطه غيكونوا هاني راه ما كايناش واللي عنده شي دليل بان السيد غير كينوض بحال هكا ودي شبت وهذا ما كاينش. هذا الكلام السيد كيجاوب الا كنتوا هنا النظام ديالكم بالمؤسسه ديالو بالرئيس ديالكم بكل ناس مسؤولين والإعلام ديالكم الرسمي كتسبوا في المغرب في الملك في بلاد في 50 سنة وانتم بغين تقسموا الأرض ديالنا بالعلم على رجليكم. شفت شفت المغالطات اللي قدموها والعياش 50 عام بغوا يقسمونهم بلادهم مساكي هما 50 عام محتلين أرض الصحراء الغربية 50 عام وهما يسرقوها صبح مساء ما خلاو فيها حوتة ما خلاو فيها فوسفات ما خلاو فيها فروات ما خلاو فيها شعبها 50 عام ولكن يمارسوناش يمارسون المظلومية مظلومين مساكين خلوهم يسرقوا الحوت وخلوهم يسرقوا الفوسفات خلوهم يسرقوا بدعوى أنهم يريدون تقسيم وطننا. وانتم داخلين ارض ما هي ارضكم كافي علنكم جيتوا في الكاميونات كافي علنكم جيتوا للصحراء الغربيه في الكاميونات. انتم لو كنتوا اصحاب الارض لكنتم فيها لو كنتوا اصحاب الارض لكنتوا في هيك الارض ليش تجوها في الكاميونات ليش تجوها من 1500 كيلومتر و2000 كيلومتر جايين بعد 92 عام من احتلالها من طرف اسبانيا جايبين لاش جايين لاش ليش جايين باش الحسن الثاني يستغل الصحراء الغربية ايش حصل لكم انتم كشعب ايش حصل لكم من احتلال الصحراء الغربية خالتي خالتك سميرة والله خالت والله جداتك سميرة ماذا استفدتي انت من الصحراء الغربية ايش استفدتي انت منها تعود مغربية والله غربية ايش استفدتي منها ها ياك انت ما استفدتي حتى من وطنك اللي تنتمي اليه انت لولا فرنسا رانك تطلبي في المغرب رانك طلابه في المغرب لولا فرنسا ولولا لولا المساعدات اللي تعطيك فرنسا والسكن اللي تعطيك فرنسا والشغل اللي تعطيك فرنسا والقيمه اللي تعطيك فرنسا لكنتي اليوم متسوله في المغرب تتسولي لا انت تجي تقولي لنا هون قسموا لنا بلادنا هو بلادكم راه قابلت اسبانيا من فسبتها ومن ليليا يلا وتحزمي وحريها كزي حزامك وسيري دي معاك باعلوكي هذاك والله باغلوكي والله كذا وحروا سبتها ومن ليليا على الاقل ياك هذه اراضيكم. اما انتم راكم الصحراء الغربيه راكم محتلينها راكم فيها شنو يقسموكم باش يقسموكم لا الاراضي اللي هي محتله اللي هي ذيك واضح احتلالها اللي هي سبتها ومن ليليا ما تكلموا عنها لين يقول لكم سيدكم إنه سبته ابني اللي محتلتين وتسكتم اللي كذلك تفوتوا 11 عمان ولا 15 عام وانتم ساكتين. أنا اللي نعرف إذا كانت أرضي أنا نعرف بأنها محتلة نمشي نحارب عليها نمشي نكافح عليها. شوف التناقض هذا. إوا الجزائر ما دخلوها في قضية الصحراء الغربية. واش الجزائر هي اللي دخلت الصحراء الغربية على الصحراويين؟ واش الجزائر هي اللي تستغل اليوم ثروات الصحراويين؟ واش الجزائر هي اللي منعت من طرف الاتحاد الأوروبي اليوم من الصيد في السواحل الصحراوية؟ واش الجزائر هي اللي ما تتحكم في المجال الجوي للصحراء الغربيه؟
جاوبوا انتم على العياش على هذا الشيء؟ واش بقيت في الكلام؟ راه الكلام خاصو يحلل، ومنين يحلل راه يظهر فيه المنطق ولا ما فيه المنطق. شنو انتم محتلين ارض الصحراء الغربيه، عندكم 70% تمارسوا عليها الارض الواقع، والثروات تسرقوها يوميا، يوميا انتم تسرقوا ثروات الصحراويين، المجال الجوي ما تتحكموا فيه، المجال البحري ما تتحكموا فيه، شنو السياده تتسولوا الدول اعطينا الصحراء اعطينا الصحراء باش يقول لكم راهو راهي الصحراء لكم، وفي التالي في التالي تجوا تقولوا والجزائر بغات تقسم لنا بلادنا 50 عام. الجزائر العكس، الجزائر لقاو فيها الشعب الصحراوي الخير ما لقاو فيكم انتم. انتم ابسط شيء هو كلمه طيبه ما تقدروا تقولوها في التيك توك على الصحراويين، كلمه طيبه كلمه ما تكلفكم ولا شيء ما تقدروا تقولوها في الصحراويين، وحتى تصرف بسيط جدا تجاه الصحراويين هو على الاقل الا ما قديتوا تعاونوا الصحراويين باش يسترجعوا ارضهم من النظام الفاسد اللي حاكمكم تقبضوا لسنتكم بعد على الاقل عن الشعب الصحراوي. لا انتم شايفين الشعب الصحراوي مظلوم ومقهور ومطحون ومقلوعه منه ارضه ومقلوعه منه ثرواته، وزايدين انتم تعاونوا النظام السياسي في التشهير بالصحراويين. عزكم الله كيلا بالحراسه، كلاب تيك توك والفيسبوك، كلاب مجندين فقط للنباح وراء القضية الصحراوية وراء الجزائر الأبي فقط، وشاكين عنه بالنباح صاهي لتتوقف القضية الصحراوية. صافي جيت انتي سويميرا والله جفلان والله جفلان، صاهي القضية الصحراوية لا تتوقف، صاهي لا تخسر، صاهي العمل الدبلوماسي كامل لا يخسر، والعمل العسكري لا يخسر، صافي ولا تخسر كاع هذه القضيه كامله ترتفد من عند الامم المتحده، لان داخله فيها سويميره ولا داخل فيها فار دقيق هذا ولا داخل فيها في فنلان ولا علان. والله تطا فوق ارض مقتلعه كتقولوا موروث فرنسي اللي هي صحراءنا الشرقيه. اذا هنا اليوم يتصحوا هذه المفاهيم، اليوم حنا كنقولوا لكم راه اللي بيننا وبينكم تاريخ، واللي بيننا وبينكم حقائق خاصكم تعرفوها، خاصكم ترجعوا تشدوا الحاجة ديالكم. يكسبوا الشهداء. سمير نعم؟ خلي الميكروات ديالكم يتكمل الكلمة ديالها ومن بعد خالتي سميرة قبل مرحبا سميرة. العالية مرحبا سميرة. هذه القضية اللي كاينة اليوم فيها الناس، أنا بغيت نشوف أردوان هاد الناس، وكاينين وجوه اللي ربما أرى فيهم خير جزائريين اللي كيتكلموا متزعفين عليك أنت باش نهدوك، وفينكم؟ نهار هادي أو جدودكم وأبائكم نهار 350 ألف واحد اللي طردات نهار العيد الكبير، فيكم في أحداث متتالية، في هاد الأحداث حاليا اللي جلالة الملك بهم تقرض قيمته اللي يعني دايرين له بحال فوتوشوب، دوزتو في هذاك البرنامج في الإذاعة فوتوشوب، قال له فوتوشوب فوتوشوب صحيها عندك سويمير أنت وهذاك جدي التبخ يا الجهالية اللي ماكم عارفين قاعد تقراه ولا جد. فوتو شوب 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 بالباء وبالباء ولا بالبي، سمعت يا الجاهل انت ولا هذاك جدي التبخه انت هو، راكم مدرسه واحده مدرسه واحده، ولو كنت ماكم جهال كاع ما تخدموا هيك المهمه، لو كنتوا شويه عارفين وفاهمين كاع ما تخدموا هيك المهمه، راكم مع الاحرار داخلين مع الاحرار، غيرتوا مع راكم مع الكرشه فهم، هذاك هو مستواكم مباشرة يوميا كتهمونا بالفساد بعض الامور اللي خطيره اللي كيخجل الانسان يذكرها هنايا في مواقع التواصل الاجتماعي، انتم كتقولوها علينا يعني ظريفيه وخير طلعت في الاذاعه ديالكم الرسميه. خرجت وزير كيتهم المراه المغربيه اللي 10000 مراه شاركت مع اخوها المغربي 350 الف مغربي مشاو استرجعوا الصحراء المغربيه. المرقى المغربية مشات للمشاركة في المسيرة الخضراء لاسترجاع الصحراء المغربية، يا سلام على المرقى المغربي. يا صلح الله، الرجل بطل ولا مرأة بطلة ما شاء الله. ياك عقلت على قائدة الفيلق اللي قالنا أمي، قالت لك أمي ما مشات، أمي ما نعرفهاش مشات من جديدة ما نعرفني مشات، قال لك انا شكيت عنها قائده فيلق ساعه قال في التاريخ اكتشفنا عنها مشات طيب المغرير فهم راس اصحاب المسمن.
أنا ظنيت عنها قائدة فيلق في النهاية ما قائدة فيلق ولا شيء. بالله عليكم وش هذا وش هذا الشعب بهبيل؟ وش هبيل هذا الشعب؟ وش هذا الشعب هبيل ولا شو قالوا؟ وش هذا الشعب شواكل شواكل هذا الشعب؟ قال لك هو مشى حرر الأرض اللي فوتت فيها إسبانيا 92 عام حررها هو بالسلم. يا سلام على السلم، يا سلام على هذا السلم. لا سلم لا سلم، ما رفعتوا السلاح؟ لا ما رفعنا السلاح. ما تحاربتوا؟ ما تحاربنا. ما لقيتوا الإسبان؟ لا ما لقينا الإسبان. وحررتوا؟ حررناها باش. والمهم جينا فم وحررناها والسلام عليكم. ما كان لا معركة ولا شيء لا ما كان لا معركة ولا شيء. لا جينا في الكاميون، نزلنا من الكاميون، برينا الخيام، جمعنا الحطب، قدينا النار، طيبنا البغرير، تمينا ناكلوا فم البصارة والكومير وكذا، ورك معانا القرآن. قرآن قاع ما قريناه، ما بس كنا ما نعرفوا نقراو، ما نقراو احنا، ما نعرفوا لا الفاتحة ولا ما نعرفوا لا الليف من ما نعرفوا نقراو احنا. المهم عطاونا القرآن، معانا القرآن ولكن ما قريناه وحررناها الحمد لله. صح حررناها بالمسير بالمسير السلمي. ايه ورجعنا من عند الطاح، ما دخلنا ما دخلنا الصحراء الغربيه، لا من عند الطاح شافتنا اسبانيا، شافتنا على بعد 65 كيلومتر ومشات مشات. وسبحان الله منين حررناها قسمناها مع موريتانيا، عطينا منها واد الذهب لموريتانيا، عطيناها كامل واد الذهب كامل لموريتانيا. بينا كرماء، احنا كرماء، احنا اكرم ما تتصور. لا نوزعوا في الأراضي، ولكان جاتنا مالين عطوها هم اللي كذلك شي حنك من الصحراء الغربي، ولكان جاتنا هم اللي اسمه الشاط حتى هي نعطوها جزء من الصحراء المغربية. والحمد لله وحررناها الحمد لله، حررناها الحمد لله. واش هذا كلام قابل للتصديق؟ واش هذا كلام قابل للتصديق؟ واش انتم هبال؟ واش انتم إلى 2023 مازلتوا تضحكوا في هذا؟ مرحبا وسهلا محمد علي وخير. ما دخلت الصحراء الغربية، ما تحاربتم مع إسبانيا، العكس قالكم الحسن الثاني إذا ما لقيتم الإسبان دخلوهم لخيامكم وأكلوهم وشربوهم وعانقوهم. وإذا لقيتوا ذوك الثانيين، شكون هما ذوك الثانيين؟ إذا لقيتوا ذوك الصحراويين اللي إحنا ما بغيناهم يعودوا في هيك الأرض، إننا سنقوم بإرسال جيشنا، راهو موجود خطاب موجود. وما قديتوا تحلوا هذا الحسن الثاني تصرحوا له تقولوا شبه تشقولنا انت، احنا ماشي نحروها من اسبانيا، احنا من اللي نحروها؟ واش من اسبانيا ولا ما غير اسبانيا؟ لا من اسبانيا. ايوا مدخلوهم الخيمه، نعم، فليست لدينا اي مشكله لا مع الاسبان، لا مشكله لدينا مع الاسبان. ما كاين شي باحث شي دكتور في المغرب يشي ويحلل هذا الخطاب ويشرح للشعب المغربي يقول لهم لقد دلس عليكم، راه كذبوا عليكم، راه ضحكوا عليكم ابدا. نكملوا مع اسمها هي مع المناضله السمير. 350 الف مغربي اللي مشاو استرجعوا الصحراء المغربيه، يتهموا بانهم مشاو في العور، يتهموا بهذه الكلمه هذه. يعني فيكم؟ انا اليوم كنت بغيت نشوف هذه القضيه هذه، او حتى دابا كاين فيكم منافقين؟ ها خاوه هذا كنقولوا ما كاين تباس، خلي لي الانسان اللي باغي يدير شي حاجه يديرها، ولكن اليوم هذه الفيديوهات اللي باش كتهدوا الانسان هنا، فكونوا متاكدين بانكم دائما هذا هو التاريخ يعيد نفسه، كتحدوا عن الباطل والباطل كان زهوقا. اليوم المغاربه كنقول لكم باسم رغم انني كمرة وتضربت ونفت عندكم في ساحه لا بلاص ديال الكوفيد. شوفوا الكذب شوفوا العياشي الكذاب، شوفوا الكذاب. قالت لك هي عنفت في ساحة لا ريبوبليك. شوفوا الكذابة عنفت. الجالية الصحراوية معدلة وقفة احتجاجية، قنصلية الزريبة وسفارتها ومخابراتها جندت شي من المرتزقة والمتردية والنطوح ومع في السبع، وجابتهم جابتهم لساحة الجمهورية في الوقت اللي في هناك وقفة مرخصة للجالية الصحراوية، وجاموا تموا فم أوضحوك
كانت مهزلة مهزلة، لابسين شراويط الحمر ولابس ورافدين صور الهالك وجاي لساحة الجمهورية وما عندهم ترخيص وجايين عاش الملك عاش الملك عاش سيدنا الصحراء الغربية ويتراقصون كيف القرادة كأنك في جامع الفنان. فتالي فتالي خلاتهم إلين كملوا هذه المجموعة الأولين كملت ياك. جات خالتي سويميرة جات مع ابنها معرضة ابنها للخطر، ولو كان حد كتب بها القضاء لكانوا لا كان علقها القضاء الفرنسي من هون لأن جايب ولده مع دخلته وسط مظاهرة ما عندها الحق تجيها لأن معدل البروفوكاسيون معدل التحريض الاستفزاز، وجاي مخليه بعلوها والله بغلوها والله مخليته في السيارة لأنه مسكين ما هو حاكم في ولا شيء، وجات جايبه ولدها وجايبه الشريوطه الحمر الشريوطه الحمراء ولافه بها مقعد هذوك الراكمين وداخله وسط الرجاله المراه المحترمه طبعا الشريفه العفيفه التي تدافع عن وطنها دافع عن الوطن. ولو كانوا ماهم الصحراويين وكانوا ماهم الصحراويين طبعا لوقع لها مكروه هي ولدها. وبعد ذلك مصورة راسها قبل الدخول وسط لافولين ومصورة راسها بعد الخروج من لافولين وقالت لك ضربوها واعتدوا عليها والجزائريين وفعلوا لها الجزائريين وفعلوا لها الصحراويين وتعدوا عليها الصحراويين مسكينة هذه سويميرة جاوها الصحراويين وجاوها الجزائريين إلى وسط دارها سبحان الله وهي راهي جاية على مسافة 300 كيلومتر ولا 400 كيلومتر باش تستفز الصحراويين. وشتاك ش بغيتي لا جاية ش من وطنية وش هذه الوطنية عندك أنت؟ أقول كان وقع لك مكروه إن أنت ولا ولدك وقع لك مكروه مثلا لا تعقل عليك السفارة ولا القنصلية ولا يخلصوا عليك المستشفى ولا يخلصوا عليك القبص ولا يخلصوا عليك كذا. كيف أنت عنفتي وأنت صورتي راسك جاية وصورتي راسك ماشي كيف والفيديوهات تدينك وماشي فم متعدى اللايفات وصحافة الزبالة تتصل بها من الزريبة ماذا فعلت لهذاك الراضي الليلي قام الراضي الليلي فعل الراضي الليلي الجزائر المخابرات الجزائرية الكذب 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 الأحمر الكذب الأحمر. ايوه مالك احنا انت ياك احنا تعدينا عليك ايوه مشي القضاء ياك انت عايشة في فرنسا مشي القضاء الفرنسي ارفعي دعوة قضائية وقفين احنا في المحاكم مش لقينا انت قاع في المحاكم الا عاد عندك الأدلة على اننا عنفناك ولا تعدينا عليك. ولكن النضال بالكذب واش هذا هو النضال؟ النضال ما يكون بالكذب النضال يكون بالحقيقه يكون بالحقيقه. شداك انت لهذاك الشيء شبغيتي جاي وسط الرجاله مراودك فهم كيف مراود البغله عندها 60 عام ولا 70 عام سني كيف سنين البغله سنين كيف البغله مرحبا سال محمد العروسي ومراودك كيف مراود البغله عندها 60 عام جاية وسط الرجال شدك لوسط الرجال اش بغيتي. هذا من عزة محمد السادس مهزوم محمد السادس ما يجد حد ينصره لأن الله سبحانه وتعالى ما هو ناصره تجي انت ولا غيرك. محمد السادس مهزوم به لداخل أصلا هذه الأرض اللي ليست أرضه محتل الأرض ببساطة. واش انتم بغيتوا تحولوا هيك الأرض إلى مغربية بالسيف بالكذب باللايفات في التيك توك. هيا شوفوا الجانب الصحراوي ما يكذب عليكم. لو كنت عنفتي انا نجي نقول لك عنفتي انا نقول لك عنفتي ولكن اللي كنت حذاك وكنت معدل اللايف تكذبي على الشعب الكل اللي يخيف المغرب انا بطلة انا مغوارة انا كذا هذه هي نموذج المرأة. ما كاينة مرة محترمة تجي تدخل وسط الرجالة لأن بعد اللي نعرفوا النساء المحترمات ما يدخلوا وسط الرجال شدهم شو وسط الرجال إلا عادت عارفة راسها بأنها من أولئك اللواتي جئنا من إيطاليا راك عارفة أنت هذوك فعلا هذوك ما عندهم مشكلة يدخلوا وسط الرجال والله بعلوها والله بغلوها في بيت النعاس يكبسوا هي بيت السهرانة مع الرجال في التيك توك بيت تشاطي مع الرجال بدل عنها تعود مع أولادها وتعود مع زوجها وتقابل دارها وتديه الطيب المسمن ولا الطيب البغرير في دارها نقابل الرجال في التيك توك في الليل باسم النضال. هذاك ما هو النضال هذاك ما عنده علاقة بالنضال. النضال هو تقابلي أولادك وتقابلي دارك وتقابلي سموه
وتتوقف على الكذب. الكذب ما عنده قيمة الكذب. واحد عندي في البث المباشر وعندي ما يفيد ورا الحمد لله ساعدوني أبطال المغاربة الشرفاء وليتو المهاجر اللي جبت الصورة ديالها انت اسمع اسمه كله لأنه طلع المباشر وكيهدثني بالقتل. يعني هذا الشيء ماشي جديد عليكم بلا ما غادي بالعربية وتعرفت غادي تجتمعوا اليوم وكتقلبوا كيفاش غتخرجوا بعدا وباش غتأذيو. فكاين تهديداتكم على جميع المغاربة اللي كلها غادي تحط في هو هذو ما العياشة هذو هما العياشة وهذه افتراءاتهم وهذا ومصيرهم وكل من يدافع عن النظام المخزني عليه يتوقع أنه يكون عنده هذا المصير. لأن اللي دافع عن الحق اللي دافع عن الحق الحق منصور اللي دافع عن الباطل مهزوم. أنتم رانكم تدافعوا عن الباطل وبالتأكيد احنا عارفين بأنه هذا الشيء اللي نتكلموا لكم عنه لن يمنعكم أبدا من أن تتوقفوا عن دعم الباطل لأنكم جزء من الباطل ثم جزء منه ما تقدروا تنفصلوا عنه حتى ولو أريناكم الآن الحقيقة قلنا لكم راعي الحقيقة أراكم ثم تدافعوا عن نظام فاسد وهذاك النظام الفاسد ومهمته فقط أن ينهب الثروات وأنتم ما حاصل لكم من هالشيء لأنه لو كان عندكم وطن تعيشوا فيه لو كان عندكم وطن هذا الذي تدعون بأنكم تدافعون عنه لكنتم عشتم في وطنكم. تحياتي لكم شكرا جزيلا لكم نلتقي إن شاء الله في مباشر آخر في وقت لاحق من هذا المساء إن شاء الله نفتح فيه نقاشاتنا مع العياشة بخصوص موضوع الصحراء الغربية. تحياتي لكم وإلى اللقاء أينما تواجدتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وسهلا.